قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. تفاصيل الصفقة الجديدة للوداد. ضم نادي الوداد الرياضي رسميا مهاجم نادي الدفاع الحسني الجديد التنزاني سيمونا موسوفا لصفوفه في عقد يمتد لأربع مواسم ليكون صفقة جديدة رسمية لفريق الوداد الرياضي خلال الميركاتو الحالي. وعلمنا من مصادر خاصة أن إجمالي الصفقة من حيث القيمة المالية ناهزت 800,000 دولار، منها 350,000 دولار ستجد طريقها لفريق الدفاع الجديد والباقي للاعب. وكان موسوفا قد انضم للدفاع الجديد قبل 3 مواسم وتألق معه بشكل ملفت، إذ نجح في تسجيل 26 هدف بالدوري معه خلال المواسم التي قضاها في صفوفه، كان آخرها 5 أهداف بالنسخة الدوري المنصرم.